بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. اليوم في عندي طريقة للمشاط بالخضروات، بس في عندي هون أنا حضرت كل الأغراض اللي عندي. هون عندي أرنبيط سلقتها وقطعتها صغير لأني ما بدي اياهم كبار. هون عندي كوسة بشرتها بالمبشرة، عندي هون بقدونس مفروم وناعم، عندي هون عند جراد بس في ناس بتقول عنها شبت برضو نعمتها، عندي جزر مبشور كمان هيك مبشور وناعم، في عندي ثلاث بيضات، عندي هون كمون مع كزبرة حطيت ناشفة، ملح فلفل أسود، عندي بصل ناعم، عندي فليفلة أو بابريكا، في عندي كمان ثوم مهروس. بنحتاج كوباية طحين هون، وبدي أحط معها معلقة أو تنتين صغار ممكن مع من الباك بولفر بيكنج باودر، وبنحتاج كمان كاسة مي. هلا أول شي بسم الله بدي أبلش، وعندي زيت زيتون طبعا نحط فيها زيت زيتون. أول شي بدي أبلش أحط البيض، بسم الله أنا بدي أحط بس ثلاث بيضات، في ناس بتحط أقل في أكتر حسب كل واحد شو بحب. بسم الله نخفر شوي، احط معهم من زيت الزيتون قد معلقتين كبار، يعني زيت الزيتون كتير طيب بالاكل. هلا احط عندي هون الثوم كله بدي اخلطه والبصل، يعني هلا كل المقادير بدنا نخلطها مع بعض، يعني هلا ما بنحتاج بدنا معلقه بس لها نخلط. هون ملح الفليفلة، بسم الله الطحين طبعا بنخليه لاخر شيء عشان نشوف القوام، الفلفل بسم الله نبلش نحط. هلا الكوسة اللي عندي المبشورة، حط البقدونس، كل ما تحطوا فيها خضرة بكون شكلها أطيب وطعمها أطيب طبعا. حط هلا هون هنا الجرادة أو الشبت، ما بعرف كل إنسان بتختلف اللغة تبعته. حط هلا الجزر مبشور هيو، بسم الله حط هلا الأرنبيط، بتحبوا بتكسروه اكتر بتنعموه لانه كله منعم. انا سلقته نص سلقه عشان يعني بالقلي ما يدوب يعطينا نتيجه منيحه. هاي بسم الله، في ناس بتحط كمان لحمه مفرومه بحبوا يغيروا، بس انا طبعا بالخضار اذا بتحبوا بتزيدوا عندكم اذا في لحمه مفرومه معها برضو بتعطي طعم طيب. هاي نخلط كل المقادير هلا مع بعض، بسم الله خلطها كلها عشان شوي شوي نحط الطحين. هيك انا خلطتهم، بسم الله بدي احط هلا كاسة طحين، واحط من البيكنج باودر معلقتين صغار، يعني هم هيهم. هلا شوف قوامها بالطحين، طبعا راح احتاج شوية مي او ممكن شوية حليب، بس انا بدي احط مي فيها ما حليب، شوي صغيره اشوف قوامها، هي هيك منيحه بس شوي صغيره مي. هي بلشت كلها تعطي سوائل ترخي مع بعض على اساس لما نشكلها تعطي نتيجه منيحه، والبيكنج باودر طبعا بنفخها شوي صغيره. بسم الله شويه بدي احط من المي هاي بس، وهذا بيرجع لكم بتشوفوا انتم كيف حسب ما تيجوا تشكلوها، بدها مي بدها طحين بتزودوا عليها. هيك انا خلطتهم، بدي اسيبهم شي بس شي تلت ساعة عشان البيكنج باودر والبهارات تعطي مفعول. هلا اسيبها شوي وارجع لها بعد
شي 10 دقايق او تلت ساعة هيك. انا سبتهم شي تلت ساعة، بدي اروح احمي الزيت ونبلش نقلي فيهم. هيك انا حميت الزيت، بدي ابلش شوي شوي بسم الله اقلي حسب انتو شو بتحبوا، بتحبوها كبيرة بتحبوها صغيرة، هذا بيرجع لإلكم. انا بحبها وسط يعني، لا كبيرة كتير ولا صغيرة كتير. هيك سيبهم بس شوي يتحمروا ونقلبهم. هي بلشوا يتحمروا نقلبهم. هاي حطيت ورق عشان طبعا يصفي الزيت شوي. هاي يتحمروا عندي، ابلش اطلع فيهم. هاي شكلهم مع البيكنج باودر تقال ونفخين حلوين بسم الله. هلا نبلش نقل في التنين اللي عنا. هدول كمان ممكن يطلعوا اكتر تقال ونفخين، حساس اخد فيهم اكتر البيكنج باودر والزيت حامي طبعا. طريقة كتير طيبة ومفيدة طبعا، كلها خضرة بسم الله، وريحتها بتشهي مع الخضار بسم الله. هنسيبهم ينقلوا ونطلعهم لما نخلص بقية الكمية اللي عنا. هنبلشوا يتحمروا. هيك لما نخلص هينا بقية الكمية ونروح نقدمها ونشوف كيف. هيك انا الكمية عندي كلها جهزت، مثل ما قلت لكم اذا بتكبروها برضو هي الشكل، هي نافخة عندي كتير، طريقتها طيبة، وجربوها ان شاء الله بتعجبكم الطريقة، وصحة وهنا ان شاء الله.